مساء الخير للجميع، اهلا بكم في قناتي مولي بيباوي. النهارده هكلمكم عن تفسير احلام في المسيحيه، وهتكلم عن كتاب المرآه الجليه في الرؤى والاحلام الالهيه، عن نيافه المطران الامبافيلوبوس مطران الاهليه، وكل فترة هكمل الكتاب معاكم. مش هقدر اقوله لكم كله او اقراه لكم كله النهاردة. واهلا بالجميع، ويلا مع بعض على الفيديو. شكرا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هكلمكم عن المقدمة الاول. أعطى العلماء والفلاسفة قديما وفي عصرنا الحديث على السواء أهمية كبرى للأحلام، وذلك لأسباب مختلفة. فالقدماء كانوا يرون في الأحلام وسيلة لاتصال الإنسان بالعالم الآخر، وأما علماء العصر الحديث فيرون فيها مظهرا يكشف عن أعماق شخصيته، وليس هناك تناقض بين هذين الاعتبارين. فالله يعمل في الإنسان، يعمل في أعمق كيانه. ولقد ظلت الأحلام والرؤى تشغل بال كثيرين، خصوصا الذين تشتتهم الأفكار وتقلقهم الشكوك، لأنهم يصادفون فيها آيات لا يستطيعون تفسيرها ولا فهمها، فيستخدمها الشيطان لإثارة الشك في كونها موحي بها من الله. فتراهم يتساءلون متحيرين، كيف يمكننا أن نعرف السبيل السوي؟ وإذا كان الكتاب المقدس كلمة الله قد تعرض لذلك، حيث كان الشعوب السابقة لشعب إسرائيل والمجاورة له ترى في الأحلام وحيا إلهيا. ترى في الأحلام وحيا إلهيا. وهذه الأحلام كانت عندهم من الكثرة، بحيث إن ملوك مصر وملوك ما بين النهرين كان لهم في خدمتهم رجالهم متخصصون في تفسير الأحلام، فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكامها، وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. تكوين 8 آية 41. فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها، فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها، وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. كما جاء بالآثار الكلدانية إن الأحلام كانت لديهم كما عند الأشوريين لها أهمية كبرى أكثر منها عند القدماء المصريين.
فكيف يتسنى لنا أن نتحرر من الشكوك والارتباكات في أحلامنا؟ إن الرب لم يطلب منا أن نؤمن دون أن يقدم لنا البراهين الكافية التي تبني عليها إيماننا. فالشواهد التي تدلنا على وجود الله وتظهر لنا صفاته وتثبت صدق أقواله متوافرة لدينا، وهي مستساغة للعقل أيضا، بيد أنه يستحيل على عقولنا أن ندرك كنة الله أو أن نستوعب أعماله، لأنه تعالى محاط بأسرار تحير ذوي الألباب الثاقبة. فإن أذكى الأذهان والعقول المثقفة تعجز عن السير في غورها، بل يقف العلماء منها موقف من قال: إلى عمق الله تتصل أم نهاية القدير تنتهي؟ بيد أنه يستحيل على عقولنا أن ندرك كنة الله أو أن نستوعب أعماله، لأنه تعالى بمحاط بأسرار تحير ذوي الألباب الثاقبة. فإن أذكى الأذهان والعقول المثقفة تعجز عن السير في غورها، بل يقف العلماء منها موقف من قال: إلى عمق الله تتصل أم نهاية القدير تنتهي؟ وهو أعلى من السماوات، فماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهوية، فماذا تدري؟ أيوب 11 آية 7-8. ولكن عدم استطاعتنا أن ندرك أعمال العناية الإلهية ليس كما يدعو إلى عدم الإيمان بها، إذ إننا محاطون في عالم الطبيعة بأسرار لا يمكن الوصول إلى فهمها. فقد أعطانا الله بالكتاب المقدس ما يكفي لإشباع أنفسنا مما نريد. فإن كانت الأحلام والرؤى ما زال يلفها الغيم بعض الشيء، إلا إننا نجد بالكتاب المقدس ما يجب أن نسير عليه مبتعدين عن أهواء العلماء والفلاسفة التي قد تضللنا أراؤهم المبنية على آراء شخصية تخدم أغراضهم التي قد تكون غير شريفة ونقية، وقد لا تتفق مع روح المسيحية في شيء، وكما حذرنا بطرس الرسول في رسالته قائلا: أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين، كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم في بطرس 2 إصحاح 3 آية 16. وهذا ما دفعنا إلى عرض هذا البحث في الأحلام والرؤى في كتاب شامل وجامع بكل ما يتعلق بهذا الموضوع وكيفية تأثيره على حياتنا، حيث ظهرت في هذه الأيام تيارات كثيرة غير موجهة لصالح إيماننا، لأن الأحلام ظاهرة تشيع بين الكبار والصغار، لأننا جميعا نحلم بطبيعة الحال حيث أنها ظاهرة إنسانية وجدت مع الإنسان منذ خلقته، وهي تحدث وتتكرر كل يوم حسب الظروف الإنفعالية لأي إنسان. فكل الناس يحلمون غير أن فريقا منهم يهتم بأحلامه اهتماما بالغا
وخاصه ما كان منها مزعجا، وان كان او كان له معنى على اي وجه من الوجوه، ويقوده اهتمامه البالغ الى الضلال والسعي وراء الشيطان، ويسلم قيادته له تاركا الرب وكلمته.